أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العقوبات ضد روسيا ستستمر حتى يتحسن الوضع في شرق أوكرانيا. وأكد ماكرون بعد اجتماعه مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، أكد أن مسألة تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي سيتم النظر فيها خلال شهر يوليو المقبل. وكان ماكرون قد أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي، أكد أن الحل السلمي للأزمة في إقليم الدنباس هو أمر أساسي لإعادة تطبيع العلاقات بين أوروبا وروسيا.